طيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا عمرو بيه، ازي أهلا حضرتك؟ بحضرتك يا فندم. يعني لو تديني تقييم سيادتك لهذا التطور. طبعا زي ما حضرتك عارف، يعني لو سألت عن تقييمي للموضوع، طبعا هو قرار زي ما معالي الوزير قال جه قرار انفرادي. أعتقد القرار مبني على معلومات يعني ضعيفة جدا، والدليل على كده زي ما حضرتك تفضلت وقلت، الموضوع ابتدى بقرار من شركة بريطانية خدت القرار، يليها بناء على القرار ده الشركة الألمانية خدت قرار هي كمان بتعليق التشغيل. الشركة الألمانية رجعت الشركة البريطانية عشان تقف على الأسباب، وبعد كده عملت نوع من أنواع التقييم الأمني بناء عليه، رجعت التشغيل مش تاني يوم الحقيقة، رجعت التشغيل بعد 3 ساعات. بعد ثلاث يعني ساعات بعد 3 ساعات تم ابلاغنا، لا ان احنا خلاص رجعنا الموضوع، ومن اول بكره رحلتنا شغاله عادي. زي ما حضرتك عارف ان لوفتهانزا دي مش شركه لوفتهانزا بس، احنا بنتكلم على طبعا جروب، على جروب. شركه قابضه تشمل الشركه النمساويه، تشمل الشركه السويسريه، تشمل شركه سان اكسبريس، تشمل حوالي من 6 ل 8 شركات سواء منتظمه او غير منتظمه. وبدءا من صباح اليوم كل الشركات كانت نازله سواء النمساويه او الشركات الاخرى. الحاجه الثانيه برضو عايز اوضحها لحضرتك، ده قرار شركه ما هوش قرار دوله. ولما جه سفير النهارده الصبحيه قابل معالي وزير الطيران، الحقيقه طبعا الوزير وكل العاملين بالوزاره كان عندهم استياء شديد من الطريقه اللي اتخذ بها القرار، لان ابسط الاصول كانت الرجوع للجهه. لو كان زي ما حضرتك بتقول كان عندهم تحفظ على المطار كان لازم يرجع لسلطات الطيران المدني، صحيح. لو كان عنده تحفظ للدوله على اجراء امني معين بيرجع للجهات الامنيه المسؤوله داخل الدوله. الحقيقه هم ما عملوش كده، وبناء عليه صدر اعتذار عن عدم ابلاغ الجهات او الدوله بشكل عام. والله يا فندم، يعني من امبارح واحنا بنستغرب طبعا، والجميع يستغرب هذا القرار نظرا للاشادات المتتاليه من قبل مسؤولين سياسيين وامنيين وركاب عاديين من اجراءات السلامه في مطاراتنا في مصر، لا سيما مطار القاهره للدولة. تمام، انا عايز بس اوضح حاجه تانية. هو بالتاكيد، وده اللي اكده السفير البريطاني وفي نفس الوقت اللي اكده مدير الطيران البريطاني لي انا شخصيا الصبح، ان قرار لا غير معني بيه تماما المطارات المصريه بشكل عام ولا مطار القاهره، بالدليل على كده ان هم معلقين التشغيل لغايه يوم 26. انا لو عندي مشكله في مطار، طب اشمعنى لغايه 26؟ طب ما انا لو عندي بالظبط. مشكله في المطار يا اما احطها لغايه ما احلها، واللي هيحلها يبقى احنا لازم اقول لك انا عندي مشكله كذا حلها لي، او انه يعلق التشغيل لمده طويله. صحيح، لأجل غير مسمى، ده كلام منطقي جدا، يعني 100%. فده كلام منطقي، وده اللي اكده كمان ليا شريف بيه برسوم لما قعدنا الصبحيه مع بعض. قال لي انا باكد لك يا كابتن ان الموضوع غير مقصود بيه خالص مطار القاهره ولا اي مطار مطارات المصريه. وكمان اللي انا عايز اوضحه لحضرتك وللساده المشاهدين، ان الاداره الانجليزيه او الاداره البريطانيه ممثله في اداره النقل الانجليزي هي كانت بتفتش على المطارات عندنا بشكل دوري، وكان اخرهم قريب جدا واشادوا بالاجراءات وفي منظومه بتاعه الامنيه في المطارات المصريه. يعني كان موجودين مسؤولين من هذه الهيئه من فتره قريبه. فتره قريبه جدا وتم الاشاده بيه، والكلام ده بناء عليه اكد السفير البريطاني لمعالي وزير الطيران الصبحيه ان المطارات المصريه والتدابير الامنيه غير مقصوده تماما بالقرار دون، واللي نفس الكلام قاله الراجل اللي هو مدير الشركه البريطاني في مصر ان مطارات القاهره، بل على العكس انا عايز اقول لحضرتك قال لي نصا كده ان مطار القاهره تيرمينال 2 الجديد اللي بنطلع منه اجراءات امنيه او اجراءات خدمه ممتازه. ده كان كلام المسؤول البريطاني. ده كلام مدير الخطوط البريطانيه في مصر، ونفس الكلام تم تاكيده ان غير مقصود خالص المطارات المصريه كان من جانب السفير البريطاني، واعتقد ده راي دوله كمان اكيد لازم يؤخذ في الحسبان واحنا بنتكلم. طيب الحاجه الثانيه المهمه، ان شركه زي شركه ايزي جيت، ودي شركه اكبر من بريتش ايرويز في بريطانيا الحقيقه، بتشتغل وكانت شغاله لغايه امبارح والنهارده على مطاراتنا المصريه الثانيه. يضاف على كده ايزي ان جت اللي هي كل الشركات الكبيره زي
شركه تومسون زي توماس كوك, توماس كوك شغاله لغايه ما انا بكلم حضرتك. اها, اللي هي يعني ايزي جيت دي اللي هي الرحلات الاقتصاديه كده بيسموها الرخيصه. دي اكبر شركه اقتصاديه موجوده في اوروبا, وشركه في حجم اسطول اكبر من الخطوط البريطانيه. يعني اذا فقط الخطوط البريطانيه هي اللي اتخذت هذا الاجراء. الحقيقه ده اجراء شركه, وتم ابلاغي برضو بواسطه مدير الشركه ان دي مش اول مره ياخدوا اجراء زي كده. كان من حوالي شهرين في احدى الدول الخليجيه عملوا نفس الاجراء وبنفس الطريقه, وقبليها بشهر عملوا نفس الاجراء وبنفس الطريقه كان على احدى الدول اللي المطارات اللي في شرق اسيا. مفهوم. أنا بشكر حضرتك كابتن سامح الحفني الطيار ورئيس سلطة الطيران المدني على كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا يا فندم.